مدينة خودة مدينة هولندية عندها تاريخ عريق. هاد المدينة كتعرف اليوم خليط من الأجانب والجالية المغربية كتحتل الصدارة من ناحية العدد. شنو هو حال هاد الجالية؟ أنا كنشوف باللي الحالات الشباب المغربي مزيانة، البعض منهم عندهم مشاكل، لكن هذا كينطبق حتى على الشباب الآخرين. عندنا قلق على الشباب اللي عندهم مشاكل، إلا ما عندهم ما يديروا كيديروا أو كيعملوا حوايج خايبة. هاد الشيء ما مزيانش لا بالنسبة للشباب ولا للمجتمع، وهذا كيضرنا كلنا. بعض الشباب المغاربة صعاب وعندهم سوابق عند البوليس. لما كيلتحقوا بهولندا الشباب اللي في عمرهم 10 سنين 12 عام أو أكثر، كتكون عندهم مشاكل مع البوليس ومع القضاء. كتلقاهم معروفين عند البوليس وفي المحاكم، وهاد الشيء كيبقى تبعهم حياتهم كلها. لما كيكبروا كيبغيو يخدموا كيسولهم رب العمل واش سبق لهم شدهم البوليس أو دازوا قدام القاضي. سواء جاوب الواحد من عام أو لا ديما كيبحثوا، وفي هذه الحالة كيصعب الحال على الواحد باش يلقى الخدمة. Dan weer op dezelfde hoek. We hebben last van de scoot. Doe de boete zijn hoog. En mijn vrienden, man, die zijn de hele dag gestoond. Wie helpt ons omhoog als we vallen in de goot? Is het tijd voor verandering of is de prijs hoog? Er zijn er nog maar weinig die naar me opkijken. Ik blijf voor mij het staren, wachtend op de tijd. Dan weer naar huis. Probeer me te bedenken wat ik thuis zou zeggen. Mama, ik heb gewerkt en vandaar dat het laat is geworden vanavond. Het zal niet meer gebeuren, beloof ik mezelf. Heb ik alles in mijn handen of raak ik alles kwijt? Want als ik terugkijk van school. In een huis. Mijn toekomst is niet ver weg. Tijd om te veranderen. Ik doe mijn best, man. Maar geluk is ver te zoeken. De leraar had gelijk. Alles kun je vinden in de boeken. مدينة ديال خوتة هي مدينة معروفة بالأجانب، خاصة الجالية المغربية. ولما كتمشي في الشارع أظن هذه المسألة كتلمسها، كتلقى أن الشباب موجودين يعني في الشارع. على العموم الشباب النية ديالهم حسنة وكيقلبوا على الهوية ديالهم، مثلا كيبحثوا على الهوية ديالهم، واش الهوية إسلامية، هوية مغربية، هوية هولندية، مازالوا في البحث على الهوية ديالهم. جيت لهولندا تقريبا في 1969، قريب دابا 40 عام. الخطره الاولى جيتني شان الخوضه وبقيت في خوضه لحد الان. كانت خوضه مزدهره، لا في الانشطه ديالها ولا في الناس ديالها ولا في حتى في المجتمع الهولندي. كان المعامله ديالو زعماتك كتفرح ما بين الاجانب والهولنديين. الاحترام اللي كان بيناتنا، المعاملة، الناس كانوا خدامين، كانوا كيبغيو الأجانب باش يخدموا. الأجنبي إلا مشى يطلب الخدمة كيقبلوه وهذاك الشيء. حتى وقع التجمع العائلي وبقاو كيجيبوا الناس الأطفال ديالهم. حتى هذيك الوقيتة كانت مزيانة، ولكن المشكل الكبير وهو من يكبروا الأطفال ديالنا. أنا سميتني بوشتاوي فضلة، عندي ثلاثة وليداتي. أنا تخلقت في منطقة الريف، منطقة ديال بني توزين. جيت في السنة 1973 لأوروبا مع الوالد والوالدة. الأسباب هو أنه الوالد كان خدم في بلجيكا، كان صحابه غيجي يخدم واحد 3 سنين 4 سنين ويرجع، ولكن مهم لقى راسه بأن مهم ما غاديش يرجع في الساعة. دونك سرد لينا الوراق وجابنا لبلجيكا،
وقيمهم عشنا تما، أنا عشت معهم تما ياك حتى وصلت سنة 16 عام وتزوجت وجيت لهولندا. داك المدينة اللي كنا ساكنين فيها كنا ما كانوش بزاف المغاربة في داك الوقت. مهم تنمشي ونقرأ وتنجي للدار، ما كانش زعما شي حاجة اللي تأثر علينا بزاف. حتى كبر خويا في الحقيقة اللي بدا عندنا في الصداع هو خويا الكبير. مهم هو اللي زعما هو بدا بالمشاكل، لانه كان تيخرج لبرا وكان تيكمل حشيش وما كانش تيقرا، وكان الصداع مع البوليس كل مره يجي البوليس للدار يدق علينا. بوليس مدينة خاودة كيحاول مع مجموعة من الأطور المغربية اللي كتشتغل في الشرطة نفسها وخارج الشرطة باش يشوفوا مع الجالية المغربية ديال خاودة الحلول لبعض المشاكل اللي عندها، منها مشكل الشباب. خصنا نهضروا على المسؤولية ديال الوالدين. الوالدين خصهم يعرفوا ان اولادهم محتاجين الاهتمام. بزاف ديال الشباب اللي كيبقاو في الزناقي واحد العدد منهم كيتشدوا وكيجيو عندي للمكتب. الوالدين ما كيعرفوش شنو كيديروا ولادهم برا وفين خصهم يكونوا. Tuurlijk, hoezo tuurlijk? Hoe oud ben jij? 11. 11, en je mag zelf weten hoe laat je thuis komt? Nee, ik moet eerlijk. In ieder geval om 11 uur. Of 10 uur. Nou, dat geloof ik niet wat je nou doet. Ja. Maar hij speelt toch hier vlakbij? Misschien woont hij hier vlakbij ergens. Ja, hij woont hier vlakbij. Ja, maar ik geloof niet dat, dat jij tot 11 uur s'avonds buiten mag lopen. En dat geloof ik toch niet? Hè? Ja, dat geloof ik, ja. Ja, maar ja, 11 uur s'avonds. Ligt normaal iemand toch al op bed of niet? أنا الآباء يعني يحاولوا ما أمكن يفكروا بأن قضية التربية مسؤولية لهم. دابا الإشكالية الموجودة هو الأب تيقول لك أودي أنا ما عندي مندي، أنا عييت ما نتكلم مع الولد هذا ولكن ما بغاش يسمع ليا. والعكس كذلك الولد تيقول لك أودي أنا الأب هذا ما تيفهمنيش ما بغاش يفهمني. حسن الفرقاني إمام في مدينة أمستردام مختص في القضايا ديال الشباب. قال الله تعالى قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني سيدنا إبراهيم الله تعالى أعطاه واحد الهدية، يعني هبة هو الولد، يعني الله تعالى يعطيك واحد الهدية، وهذه الهدية هذه خصك تعاني بها بواحد طريقة يعني جد إيجابية. أنا المسألة اللي نصح بها نفسي ونصح الأباء ديالنا أنه مسؤولون أمام الله تعالى يعني على هذه الأولاد هذو، وأن التربية يعني لا مفر لهم منها. لأنني أنا واحد نهار غادي نموت، واحد نهار نلقاب الله سبحانه وتعالى غادي يسولني يقول لي عطيتك ثلاثة الأولاد شنو درتي؟ على الأقل نقول الله سبحانه وتعالى ربي أنا درت له كذا ودرت له كذا ودرت له كذا، وبالتالي ما التوفيق ما كانش. أما الإنسان ما يدير والو هذه هي، لأن الإنسان يحشم يخجل من نفسه إلى ما دارش. أنا تنقول بين التربية هي واحد المهنة، الأهم مهنة في العالم هي التربية، أنه إلى ربيتي الدراري مزيان راه تتقدم واحد الحاجة مزيانة للمستقبل. مع الأسف تنشوفوا بين التربية وخا هي أهم مهنة في العالم ما عندهاش شي دراسة أو لا شي ديبلوم باش تخدم بها أنت وزهرك. أبفوده إيش هي مولك؟ التربية صعبة بزاف، لأنك ما كتتعلمش كيفاش خصك تكون أب أو أم. كتمنى أن الشيء اللي كديرو يكون مزيان. مهم بزاف بالنسبة للوالدين باش يعرفوا شنو كيديرو أولادهم. حتى أنا أب، لكن ماشي ديما كنعرف شنو كيديرو أولادي. لكن مهم باش تعرف فين كيمشي ولدك وشنو كيدير، كيفاش ماشي الحال في المدرسة، تعرف شنو هو القسم اللي كيقرا فيه ولدك، كيفاش غادي الأمور، تمشي تزور المدرسة. هادشي مهم بالنسبة للأطفال. عبد الله مهراز خبير في التربية وقضايا الشباب المغربي في هولندا. كاين بزاف ديال الاسباب، بصح من السبب اللي يعني مهم في هذه الحاله هو
التربيه الى شفناها يعني في المغرب كنشوفوا باللي التربيه كانت كالمدرسه والشارع والبيت عندهم واحد الانسجام في التربيه ديال الطفل. يعني الولد عارف راسو واش خصو يدير في المدرسه، عارف راسو واش خصو يدير في الشارع المراقبه الاجتماعيه، وعارف واش خصو يدير في الدار. يعني الاب هنايا ولا الوالدين كيهتموا بالتربيه في البيت، عارف باللي المدرسه هذه هي تربي والشارع حتى هو كيربي. بصح الا شفنا هنا التربيه في هولندا كنشوفوا هذاك النقص وهذاك عدم الانسجام بين المدرسه والشارع والبيت. المسؤوليه انا اللي كنشوفها كل شيء وهي عند الاباء، عند الاب، عند الام. هذيك المسؤوليه خص كل واحد يحتفظ عليها في وسط الاسره ديالو، لان الاستثمار الا جيت تشوف الاستثمار الحقيقي وهما الاولاد ديالك. الا قريتهم، الا طلعتهم هذوك الاولاد ديالك، الا تعاملت معهم بان راهم اصدقاء ديالك، كتحاور معهم، كتعطيهم فرصه باش يهضروا معك على كل ما حاجه. المشكل انه الاباء ما معمرينش الوقت لولادهم، والدري حيت ما تلقى ما يدير تيبقى في الدار تيصدع الام، الام تتقول له خرج عليا برا، تيبقى على برا. دونك انا تنصح الوالدين باش هما يعمروا الوقت لولادهم. كاينه بزاف الامكانيات، الواحد يصيفط لولادو سميتو يمارسوا الرياضه. من بالنسبه للوالدين راه عارفين ولدهم فين كاين، عارفين بان راه تيستافد من شي حاجه، وفي نفس الوقت حتى الدري تيتلاقى مع دراري اخرين، وتي مهم حتى في ديك الامكان في دوك البلايص اللي تيلعب تيمارس فيهم الرياضه، ولا حتى هذوك تيعاونوا شويه في التربيه. العمل ديالي هو ان كقنطرة ما بين الشباب والاباء وما بين الحي، وتنحاول انا بهذه الالعاب الرياضيه باش نكونهم ونكون الشباب ونعلمهم باش يبقاوش غير زراقي ضايعين، ولكن باش يكونوا تكوين الاطر، وهذا مهم بزاف للشباب ديالنا هنا في مدينه خاوله ولا الحي ديال تبوك. تنقول الاباء وهو خصهم يتمشاو مع اولادهم، يربوهم، يكونوهم، ويوعوهم، ويجلسوا بجنبهم، لان اولادهم خص الوالد الاباء خصهم اولادهم والديهم يحضروا حدهم معاهم ويعاونوهم ويساهموا معاهم. هذا هو الابن ديال محمد، ودائما معايا تيعاونني تيساعدني مساعد ديالي، وزعما شيء جميل بزاف للام تتعايش معاه هكا تتكون هو صغير، هذاك شيء عجيب بزاف. انا سبورت سبيب خلايدر، كندير سبورت، كنحاولوا الدراري مغاربه ولكن حتى الهولنديين معنا وهذاك باش ندير لهم سبورت. النصيحه ديال الاباء خص يشجعوا ولادهم بزاف ويمشيوا معاهم، لان حنا كنديروا شي خطرات التورنويات مع الهولنديين في الملعب، كنلقى غير الاباء الهولنديين، والمغاربه كاينين ولكن ماشي بزاف. والنصيحه ديالي خص يشجعوهم يمشيو معاهم يديروا باش زعما يحس باللي الولد يحس باللي با معاه ويزيد عاد، ماشي لان يشجع حتى راسو. الماده حتى هي تتلعب دور، ولكن تنظن الا الماده غادي تخسر لنا التربيه، راه كان كلشي ولادنا زعما راهم على برا. حتى انا النهار اللي بديت نربي ولادي في ديك السنين الاولى ما كانش عندي، كان عندنا غير ات كيري، الراجل ما كانش خدام، ما لقاش الخدمه وانا ما كنتش خدامه، ولكن واخا هكاك الواحد يعطي الوقت لولادو، راه الوقت ما تتسواش الفلوس. الواحد يلعب مع وليداتو في الدار ولا يخرج يضرب معاهم دوره على برا ما تتسواش الفلوس. وكاين الحمد لله الامكانيات في هذه الدوله هذه باش ولادنا ندخلوهم للرياضه وباش نشغلوا لهم الوقت ديالهم، نعمروا لهم حنا الوقت ديالهم باش ما يلقاوش الوقت، باش ما يلقاوش الناس الاخرين باش يعمروا لهم الوقت. خصك تقريهم، تتبعهم في الدراسه ديالهم. هذوك الاولاد الا مشاو للمدرسه خصك تعرف عن المدرسه كيفاش الرابورت ديالهم، تحضر في الاجتماعات اللي كاين في المدرسه،
تبع الاولاد ديالك فين كيمشيو، تعطيهم فرصه يمشيو يديروا الرياضه. هذه هي المسؤوليه الاولى اللي كنشوفها بان في التربيه ديال الاولاد، وهي ديال الاب والام. خصو تكون واحد الانسجام بين الرجل والمراه، هذا مهم بزاف في التربيه. الا ما كانش واحد الانسجام غادي حتى الاولاد ما يعرفوش واسمه صالح واسمه اللي ماشي صالح. بصح هنايا واخا تكون مختلف، هذا ماشي عيب يكون المراه والرجل مختلفين في التربيه، يعني ولا يختلفوا ولا الفكره مختلفه، بصح يعني الولد خصو ولا ما يديروا التربيه طبقوا شي حاجه، خصهم يكونوا تكون واحد متفقين. يعني هذه في حال في البيت، هذه اللي تقدر الولد يقدر ولا الاب ولا الام يقدروا يديروها. بصح علاش شفنا في المدارس كنشوفوا باللي هذيك اودر افونت كتكون ربع مرات في العام، خصو الانسان خصو يمشي لها، خصو يشوف يسمع واسمو كي داير الولد ديالو في الدراسه وفي السلوك ديالو، خصو يكون عنده واحد التحاور واحد التفاهم مع المعلم، يعطي له النمره التليفون ديالو الا كان شي حاجه ولا يقول له ضرب لي التليفون. يعني هنا تكون واحد يكون واحد الربط. وفي الشارع الى اختارينا الشارع خصو الاب ولا الام خصو يعرف صحابه ولا صحاباتها، خص يجيبهم للدار عرضهم شوفهم شكون هما صحابه الاختر. هذا كيقدر ياثر في واحد المرحله ديال المراهقه، كيقدروا ياثروا عليه بزاف. يعني ولا الاب ولا الام ما كانوش عارفين واسم كيسرى، يعني توقع شي فضيحه. Dat is natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid voor de ouders zelf. الى الوالدين ما عرفوش يتحملوا المسؤوليه ديالهم، كنمشيو عندهم وكنهضروا معاهم، وإلا هاد الشيء ما نفعش نقدروا نخرجوا الطفل من الدار. وكنعتقد أنه حتى واحد ما يبغي باش تدي ليه ولده يسكن في الداخلية أو الخيرية. الخدمة ديالي تنعطي مساعدة للجمعيات المغاربة اللي تيبغيو يساعدوا شي مشروع في المغرب. وعندي واحد المشروع تيتسمى مودر سنزونا، وهذا المشروع هذا تنفتحوا الحوار ما بين الهولنديين والأجانب على التربية في الأسرة الإسلامية، أنه الإسلام كما تنعرفوا في هذا الوقت هذه مهم الإعلان، عطيه واحد الشهره خايبه. حنا بغينا بهذا الحوار هذا نلاقيو مهم المغاربه والاطراف مهم المسلمين مع الهولنديين، ويكون عندهم واحد الحوار بيناتهم على التربيه، وخصوصا بغينا باش نشجعوهم يقلبوا على بين راه التربيه الهولنديه ولا التربيه المغربيه راه الاساس ديالها كيف ما كاينش واحد، راه كل واحد تيبغي يربي ولادو باش يكونوا مزيانين، يقراو مزيان ويكون عندهم مستقبل مزيان، سواء هولندي او مغربي. كاين شويه ديال الفراق ما بين الطريقه ديال الدين، انه حنا كمسلمين تنبغيو نربي ولادنا حتى في الاسلام وكيفاش يتعاملوا مع الاسلام في هذه البلاد. هذه الاشكاليه الموجوده هو فعلا بان الاباء يعني تولدوا في المغرب وكبروا في المغرب وبعد ذلك رجعوا لهولندا، فالحال الواقع المعيشي اللي تعيشه في بعض الأحيان ما تعرفوش أي الواقع اللي فيه تعيشه، فهذا قد يؤدي إلى صدامات مع الأباء ومع الأولاد. الآن مثلا تجد مثلا الشباب يعني العلاقة ديالهم مع الوالدين يعني علاقة في بعض الأحيان تكون متوترة، يعني الأب ما تيتكلمش مع ولده والعكس كذلك الوالد ما يتكلمش مع الأب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث كان يوصي ويقول بأن على الأبي أن يصاحب الولد إذا وصل واحد سن معين، يعني ديك الصحبة تكون واحد الانسجام بين الأب والولد وبين الأم والبنت وبين الأم والولد أيضا. أنا ما غاديش نقول بأن الأباء ديالي مربوناش مزيان، داروا داك الشيء اللي تيعرفوا، أنه مهم الأباء ديالنا جاو من الريف ما قارينش ما داك الشيء اللي كانوا هما تعودين عليه ربونا به، ولكن المهم داك الشيء ما كانش كافي لينا حنايا باش المهم نكبروا في هذا المجتمع. يعني الاغلبيه تيقول لك يا حنايا ولادنا راه الا ما ضربناهمش ما غاديش يترباو. انا ولادي ما ربيتهمش بالعصا، انا ولادي ربيتهم بالحوار، ربيتهم عطيتهم قيمه وعطيتهم الوقت وعطيتهم الاهتمام، هذه هي باش ربيت ولادي. وكانت اي حاجه وقعت كنت نحاورهم، واخا دار حاجه مثلا اللي ماشي مزيانه
باش نجيو نضربو تنحاورو تقولو علاش درتيها، ومهم تنعاقبو بواحد الطريقه اللي حتى هو حاضر فيها، انه هو تنعطيه الاختيار كيفاش انا نعاقبو على داكشي اللي دار. Mijn vrienden en ik zijn weggekinkt van school. Niemand die me hoort, ik heb mijn eigen stem en niemand begrijpt me. Niemand wil erom kijken, dus mond dicht zwijgen. Hoe ik aan mijn geld kom, dat is mijn eigen geheim. We chillen in de buurt, de buurthuis is dicht. Dus daar staan we met z'n tienen met één voet tegen de muur. Wij noemen het een chilling, de politiegroepering. Ik kijk om het hoekje en ik weet hoe laat het is. Weet de politie die achter me aan zit. Ik wil niet dat mijn moeder me vindt in de gevangenis. Ik doe mijn ogen dicht en ik sprint. Ik kijk omhoog en ik vraag waarom het zo moet gaan. Al die pijn en hart die ik voel van die opgroeiende kleintjes. Vergeet de grafieken en kom eens kijken. Wie voelt nou een keer mijn emotie? Wie gaat er met mij in de strijd tegen discriminatie? Mijn stem is hoor, ik kan niet meer roepen. Mijn beste vriend heeft geen geld voor schoolboeken. Alle cafés in de stad heeft hij gehad. Hij heeft het gehad, dus gaat hij pad met de koevoet op zak. Hij kijkt op naar de jongens uit zijn wijk. Hij wilt ook een auto en geld als zij. En een huisje en een vriendin. Maar zijn ouders hebben geen geld voor de juiste opvoeding. Waarom zou ik slapen gaan? Ik hoor te vaak die Marokkaanse. كنسمع بزاف الناس كيقولوا الشباب المغربي خايب. هذا ماشي شباب خايب ولا مغاربة، ولكن هاد الشباب أولاد خاودة وخصنا نفتخروا بهم. احنا جميع عندنا علاقة بهاد الوضعية وخصوصا الوالدين. كنتمنى باش هاد الفيلم يوضح للناس في ديورهم، يعني الوالدين وولادهم، انهم ديما يقدروا يختاروا، ما خصهمش يظنوا انهم فاشلين وما قادرين على والو. انا عارف باللي العمر ديال 12 عام و17 عام كتلقى الشباب كيتيق اكثر في صحابه عوض اللي كيقولوه الناس ديال العائله، لكن واخا خرجتي الطريق يمكن لك ترجع. في خاودة جميع الناس يقدروا يشاركوا في الحياه الاجتماعيه، حتى واحد خصو يحس انه مهمش. هذه مهمه ديالنا جميع وخصنا نتعاونوا مع بعضنا. كذلك مثلا ذاك الابن مثلا احنا حاولنا وجربنا ودرنا وفي الاخير يعني ربما رفقاء السوء جروه يعني في واحد الطريق اللي خايبه ووقع ما وقع، ان هذا ماشي غادي نطردوه ونقولوا انت راك ما تسواش وانت ماشي ولدي ونمشي نزوك من الحاله المدنيه. لا، هذا ناخذ بيديه نشوفوا فين الغلط وناخذ بيديه، لان هو ذاك ساك يكون في واحد الحاله اللي هو محتاج اللي يساعده، محتاج اللي ياخذ بيده. فما نهمشوش في المجتمع، ما نهمشوه لا في البيت ولا نهمشوه لا في المسجد. كلنا كيخصنا نشوفوا هذا الابن هذا مثلا من بعد ما وقع في الخطا كيفاش نديروا نتعاملوا معاه وكيفاش نوجهوه للطريق الصحيح. ولا احنا طردناه وهملناه غير غادي يزيد يتمادى في هذيك الطريق هذيك اكثر واكثر. حتى الشباب ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع الوالدين ديالهم، حالتهم ما مزياناش، واخا هما كيظنوا ان الحاله ديالهم مزيانه لانهم فرحانين وكل اسبوع كيخرجوا كيتساراو وكينشطوا، لكن في الواقع حالتهم خايبه، باين عليهم انهم ناقصاهم شي حاجه، يمكن عندهم مشاكل مع الوالدين، وكاين الشباب اللي عندهم مشاكل ماديه. شوفوا غير احنا كيفاش جينا لهولندا، جينا كاين شباب اللي كانوا القهاوي الديسكوتيك الشراب في القهاوي وهذاك الشيء، ولكن الان كتصيبهم في الصف الاول ديال المسجد. يفكروا بان حتى ولادهم راه ما معصومينش، راه لابد يدير شي غلطه. ان كيخصنا نحسوا باللي راه يد وحده، يد وحده، بمعنى واخا انا ما عنديش الاولاد وكان واحد النشاط اللي كيهم الاولاد نشارك فيه. انا ما عنديش الاولاد اللي غادي يقراو مثلا، ولكن كاين شي حاجه اللي غادي تهم القرايه ديال الدراري نشارك في هذاك النشاط. كاين واحد الهم، واحد المشكل هو انا مثلا هاد الشباب اللي خرجوا من السجن وكيخص لي يعاونهم، واخا انا ما عنديش ولدي خرج من السجن، نعاون في هذاك النشاط، يعني يكونوا يد وحده هنايا في خاوده نتعاونوا على كل شيء، واخا انا ماشي في المشكل ولكن نعاون الاخرين باش على الاقل من باب الوقايه باش ما يوصليش انا هذاك المشكل. هذا وسام ملكي خديته هذه في 2005 على حسب العمل ديالي والعمل اللي تنقوم هنا في الحي ولا في المدينه ديال خاوده ولا في جميع المدن اللي كاينه في هولندا كامله. هذا كتشجيع من طرف الملك الملكه ومن طرف عام المدينه والجمعيات المؤسسه اللي كانت في خاوده. العمل الاجتماعي والانساني والرياضي ومتطوعين. في بعض الحال انا فرحان لان هذا تشجيع من طرف المملكه الهولنديه ومن طرف المؤسسات الاجتماعيه ومن طرف العام المدينه، وهذا شرف ماشي ليا ولكن ديك المغاربه كاملين هنايا في عوده ولا في هولندا كامله، هذا شرف كبير للجميع.
hoor ik wakker word? Waarom zou ik slapen gaan?